هجن الرئاسة مشاهدين الكرام، تترأس هذا الاجتماع في شوطنا الرئيسي الأول، شوط رئيسي آخر ينطلق، والكلمة للزميل سالم بن سعيد بن حضيرم. مرحبا يا مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميان الشحانية وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة الريان الفضائية والقنوات الناقلة لهذا السباق، سباق المؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني طيب الله وذراه واسكنه فسيح جناته. تابعنا وياكم الشوط الأول، شوط الحور، والشوط الأول ذهب مع حفلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لهجن الرئاسة. نرفع التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وإلى المشرف العام عن هجن الرئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان على هذا الفوز، على هذا الأداء الذي قدمته هجن الرئاسة بالشعار الحمر لون الخطر الذي مر وعبر حتى خط النهاية. سلام الإمارات سلام. ها هو شوط أيضا، شوط رئيسي للزمول أيضا ينطلق على أرضية هذا الميدان. مباشرة نسير بكم مع مقدمة هذا الشوط، وأرى اللي في المركز الأول مبلش لهجن الشحانية على مقدمة هذا الشوط بقيادة المضمر جابر بن سالم بن فوران. المرين انتقل الى باروت في المركز الثاني لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. المركز الثالث مكرم لهجن الرئاسة بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي. المركز الرابع مربط لهجن الشحانية بقيادة المضمر محمد بن خالد العطية. وفي المركز الخامس، مصحصح لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. هذه النتيجة، هذه النتيجة، وهذا أول نداء للمراكز الخمسة الأوائل. ونرجع إلى المقدمة، نرجع إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام، أرى التغيير والتسلل على المقدمة من قبل مكرم، شعار حفلة الذي احتفلت بالشوط الرئيسي في هذا المساء بالشعار الحمر بقيادة المضمر، الظافر علي بن جميل الوهيب ابو الجمايل، يتجمل كعوايده دائما مع مؤسسة هجن الرئاسة وجماهير هجن الرئاسة. ها هو مكرم الآن باحث عن التكريم، باحث عن الإنجاز في هذا المساء، يغير ويندفع إلى مقدمة هذا الشوط لهجن الرئاسة بقيادة المضمر الظافر علي بن ميل الوهيبي. مبلش في المركز الثاني لهجن الشحانية بقيادة المضمر الشبل جابر بن سالم بن فوران المري. وفي المركز الثالث باروت، ويلا يا غياث متى بيتفجر الباروت. هو على المركز الثالث لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. المركز الرابع، نشوف اللي في المركز الرابع، مربط لهجن الشحانية بقيادة المضمر الحوت. الحوت متواجد، الحوت محمد بن خالد العطية متواجد مع مربط. المركز الخامس، نشوف الغزال لهجن الشحانية أيضا بقيادة المضمر الحوت محمد بن خالد العطية. هذه النتيجة، حتى هذه اللحظات، وفي أسامي لها وزنها، لها ثقلها في هذا العالم، عالم سباقات الهجن، أيضا محن وخوته ودخولها إلى ساحة الأرقام المتقدمة، وبالأخص إلى ساحة النداء. الخمس الأوائل ترقبوهن في الكيلو الأخير، ولا في الكيلو والنص، مسافتنا 8 كيلومتر، تكفي للتغييرات، تكفي أيضا لتصرف المضمر، يوجه مطيته أينما شاء،
أينما بدأ على كيفه، والمطية تصير على صوت مضمرها، تستجيب السبوق لصوت السماعة والخرخشة. ومكرم على المقدمة بهذا الشعار، شعار الوفاء، شعار الحب، يتغزل بمقدمة هذا الشوط كتلة حمراء على المقدمة بهذا الشعار، شعار مؤسسة هجن الرياسة الذي سجل حروف من ذهب في كل مكان وفي كل احتفالات وفي كل مناسبة. ها هو شعار مؤسسة هجن الرياسة على المقدمة، مع مكرم، مع المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي. وفي المركز الثاني مبلش، في المركز الثاني مبلش لهجن الشحانية بالشعار الأدعم أيضا الذي سجل حروف من ذهب في كل مناسبة وفي كل احتفالات، مع السيوف، مع الخناجر، مع الأشدة، مع الكاسات، بقيادة المضمر الشبل الذي سجل حروف من ذهب مع هذه الهجن، هجن الشحانية جابر بن سالم بن فوران المري. وفي المركز الثالث مربط، ومربط من مربط طيب، من سلالة طيبة على المركز الثالث لهجن الشحانية بقيادة أحد المضمرين البطاحلة التضمير الحوت محمد بن خالد العطية، أيضا سجل إنجازات عديدة مع هذا الشعار، شعار هجن الشحانية. نصل إلى المركز الرابع، مسيان في المركز الرابع، والأنظار كلها البارحة تتجه إلى مسيان اللي في المركز الرابع لهجن الشحانية بقيادة المضمر العملاق ومضمر الجزر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ما سجل حروف من ذهب مع هذه المؤسسة، مؤسسة هجن الشحانية وانتزاع الذهب، هذا المضمر مع هذه الهجن، مع هذا الشعار الأدعم. ننتقل إلى المركز الخامس، وفي المركز الخامس مياس، مياس الشكل، مياس العود على المركز الخامس لهجن الشحانية أيضا بقيادة المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. روح يا الوهيبي، نبقى نقول دام عندك ولد مياس يهبني من مطلع يكوس، خلي لابس عقال السبق منكوس مع هذه السلالة، السلالة الصوغانية الذي تفرض نفسها في كل مكان وفي كل مناسبة. نرجع إلى المقدمة، نرجع إلى مكرم، باحث عن التكريم، هناك حفلة تكرمت بالشوط الأول، شوط الحول بالتكريم المركز الأول، والسلامات إلى أهالي دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى جماهير ومحبين شعار مؤسسة هجن الرياسة، تهانين على هذا الفوز المستحق الذي أهدته إياهم حفلة في هذا الاحتفال وفي هذه المناسبة، في مناسبة سباق المؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني طيب الله ذراه واسكنه فسيح جناته، آمين يا رب العالمين. ها هو مكرم على المقدمة بقيادة المضمر الذي دائما يظفر بالناموس وبالسبق وبالناموس، مع مؤسسة هجن الرياسة، مؤسسة أيضا لها إنجازات العديدة والعديدة. ها هو مكرم على المقدمة، المركز الثاني مبلش، المركز الثاني يبقى يبلش الجميع بهذا الأداء المتميز لهجن الشحانية بقيادة المضمر الشبل جابر بن سالم بن فوران المري. وفي المركز الثاني مربط أيضا لهجن الشحانية بقيادة المضمر الحوت محمد بن خالد العطية، يبتلع المضمرين مع مربط يتجاوز من عمق الميدان، لكن مبلش يبلشهم الشبل بمبلش وأداء مبلش، والعصاف الأبطان والركض الغاي والعرض الغاي مع زمول الإنتاج المستقبل. يا سلام على هذا الشوط، اليوم يوم الهدير، رحمك الله يا سالم عمر، عندما ينه الزمول هذا هو شوط الزمول، شوط التحدي، شوط المنافسة بهذا الشوط الرئيسي، شوط الزمول. نرجع إلى المقدمة، روح يا أبو سعيد، خلى مع مبلش، مع مربط، مع مكرم على المقدمة هذا الشوط. يا سلام، مكرم على المقدمة، مربط يحاول
يحاول بدا الحوت يبتلع المراكز المتقدمه على ظهر مربط لهجن الشحانيه بقياده المضمر الذي يحمل اشاره ممتاز، علم من معالم المضمرين محمد بن خالد العطيه. مشكور يا ابو خالد على هذا التضمير، على هذا الاداء المتميز الذي قدمه مربط في هذا المساء. المركز الثالث مكرم على المركز الثالث لهجن الرياسة بقيادة المضمر الظافر علي بن يميل الوهيبي. مسيان غادم، مسيان مساء الورد، مساء الياسمين على هذا الأداء المتميز. العصر المسيان لقيت يلي عليه وصوف الأريام، سلمني يسلم وبادر وحييت، يسعد حظي والبخت قام مع هذا العرض، مع هذا التعليق على هذا الشوط المتميز. ها هو الأداء، مربط على المقدمة، لكن هنا مسيان بقيادة العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. شوفوا الغادم، حرب حرب حرب، أعلن الحرب بقيادة مضمره الذهبي سالم بن فوران المري صاحب الكاس، كاس الخليج والميدالية الذهبية على أرضية ميدان الوذبة. غادم هنا في هذا المساء، يوك يا ابو خالد، العملاق قادم، الذهبي قادم، دير بالك، تحرك حرك، صوت كلام، حرك العالي، قلوبنا وياك الحوت. لكن هنا مسير، مسير سي مسيان مسيان يمسي عليكم، يمسي على جماهير هجن الشحانية في هذا الأداء المتميز، في هذا المساء المتميز، في هذا الختام المتميز لمركاض المؤسس. لكن أرى قدوم أيضا من الجانب المركز الثاني. يا سلام الرهاوي لهجن الشحانية، خلك العملاق، خل مسيان يمسي. لكن الرهاوي عنده رهوة، عنده أداء متميز على مقدمة هذا الشوط. الاثنين الملكية لهجن الشحانية، الاثنين بقيادة مضمر الجزر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. سلام سلام عليك يا هجن الشحانية، أينما ذهبتي أينما رحلتي على هذا الأداء المتميز. تهانينا لمالك هجن الشحانية سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المبدع. حفظك الله يا أبو حمد على هذا الدعم المتواصل لهذه الإمبراطورية، إمبراطورية هجن الشحانية. تهانينا والناموس. المسيان في المركز الثاني لهجن الشحانية، المركز الثالث القحيدي لهجن الشحانية، حرب المركز الرابع لهجن الشحانية، المركز الخامس مربط لهجن الشحانية. خمس لهجن الشحانية بقيادة الرهاوي وهو مرهي بأداء مرهي في الأمتار الأخيرة، يندفع تلقائي بدون أي أوامر من المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. نشوف التوقيت مع مخرجنا المبدع دائما مع قناة الريان الفضائية. هكذا أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، تابعنا وياكم وتابعتوا الرهاوي وهو برهوة يغير إلى مقدمة هذا الشوط بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار على مقدمة هذا الشوط. منتزع المركز الأول من زميله ورفيقه في العزبة وفي المسرح وفي التفحيم وفي هذا السباق في هذا المساء. مسيان قاطع مسافة 8 كيلومتر في زمن وقدره 12 دقيقة 35-25 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا للمضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي الذي وصل في المركز الثاني. مسيان 12 دقيقة 39-83 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا للمضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي والذي وصل في المركز الثالث. القحيدي وصل في المركز الثالث 12 دقيقة 42 17 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا للمضمر جابر بن سالم بن فوران المر